بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد لتعلم اللغة الفرنسية مع كتاب يليغ إكومبخوندر كالعادة. طبعا انتهينا مع هذه الأصوات كما رأينا، صوت أ ثم صوت وي ثم أي وي أي. هذه الفقرة إن شاء الله سننتقل إلى صوت جديد اللي هو صوت ف، صوت ف أو صوت ف أو صوت ف. إذا نقول لو صون ف أو بيان لو صون ف. طبعا كما تلاحظوا بأن هذا الصوت يكتب ب اف كالعادة، أو يكتب ب في بعض الحالات في بعض الكلمات أنه يكتب ب بي اش، يكتب ب بي اش. مثلا كما في كلمة صوفي كما نرويون سور ليماج، فوالا سي صوفي، سي صوفي، هنا صوفي أنها تتضمن صوت ف ولكن ب بي اش وليس ب اف. صوفي. إذا عندنا فا ف في فو فون فون ف ف فا ف في فو فون فون ف ف. ثم عندنا هذه الكتابة كما تلاحظوا عندنا سي عدها في أسفلها ما يسمى سيديل، إن سيديل على شكل خمسة تقريبا في أسفل السي تسمى إن سيديل. إذن طبعا السي في بعض الحالات نضيف لها حد لا سيديل حتى تنطق كأس. إذن هاد السي بهذا الشكل هي تنطق كأس. مثلا لا بالانسوار، لا بالانسوار طبعا بدون هاد لا سيديل، إذن سنقرأها لا بالانكوار، لا بالانكوار حتى تقرأ لا بالانسوار. إذن نضيف لها الجزئية، نضيف هذه الجزئية في أسفل السي لا بالانسوار، لا بالانسوار. فوالا سيت اون بالانسوار، سيت اون بالانسوار. On parle d'un siège ou d'une nacelle suspendue, suspendue sur lequel on se balance. Se balancer يعني أنك تتأرجح. بالانسوار المقصود بها أرجوحة. تتكلم أحيانا عن بالانسوار بيبي، بالانسوار بيبي. إذن لا بالانسوار. إذن عندنا سا سوا سون سي، سون سي، سا سوا سون سي. تماما كما لو عندنا هنا اس، سا سوا سون سي. صوفي سور سور، فوالا سي صوفي. سور سور كوا؟ سور لا بالانسوار، سور لا بالانسوار. إذن صوفي فوق لا بالانسوار. إذن عندنا لو تيليفون، لو تيلي، لو تيليفون، لو تيليفون. ان إليفون، ان إليفون، ان إليفون. اون بيل فوتوغرافي، اون بيل فوتوغرافي. لو تيليفون الهاتف، ومنها لو فيرب تيليفوني فعل هاتفة، أنك تتصل بشخص بالهاتف. ان إليفون، ان إليفون فيلون. اون بيل فوتوغرافي، إذا نتكلم عن صورة جميلة. طبعا لا فوتوغرافي أيضا تعني التصوير، فن التصوير يسمى لا فوتوغرافي، هذيك المهنة ديال التصوير. إذا اون بيل فوتوغرافي، إذا نتكلم عن صورة جميلة. ان غارسون، طبعا كما تلاحظوا في حالة ان غارسون عندنا السي تتاخد اون سيديل اللي تتخلي السي ما تعطيش صوت ك. ان غارسون. ان ماسون، ان غارسون يعني طفل، طفل. ان غارسون كما نقول ولد او طفل. ان ماسون، ان ماسون، فوالا سي ان ماسون، سي ان ماسون. اذا نتكلم عن بناء، بناي. لا لوسون، لا لوسون الدرس، لا لوسون الدرس. لو بروفيسور دون دي لوسون ا سي زاليف،
Le professeur donne des leçons à ses élèves. الأستاذ يعطي دروسا لتلاميذه. إذن لا leçon. ثم عندنا les phares. Les phares. Voilà. On a deux phares. Voilà, ce sont les phares. Voilà. Ce sont les phares. إذن نتكلم على الأضواء القوية الأمامية للسيارة تسمى les phares. أحيانا نتكلم عن نظام ضوئي أنه يكون في برج عالي يستعمل في الملاحة سواء الجوية أو الملاحة البحرية. طبعا هذا النوع من الفار فقد أهميته من حيث التحديد الجغرافي بوجود التقنيات الحديثة، لم يبقى له الدور الذي كان عنده. إذن الفار. ثم عندنا أن روسي. أن روسي نتكلم عن توصيل. توصيل عندما تضع ملفا يعطونك توصيلا يؤكد وجود هذا الملف مثلا بالإدارة. إذن أن روسي. أوزو. أوزو. أوزو في حديقة الحيوان. أوزو في حديقة الحيوان. سوزان أفي أن فوك. سوزان أفي أن فوك. سوزان أفي أن فوك. إذن سوزان في حديقة الحيوان رأت ماذا؟ رأت أن فوك. رأت فقمة. فقمة هو حيوان بحري طبعا. إذن يسمى أن فوك. أوزو سوزان أفي أن فوك. إذن طبعا عندنا هنا لو في أفواغ دو لا ميم فاسون كونجيغي أفيك أفواغ. ألوغ لا أون لو باسي كومبوزي دو فيرب فواغ. أوزو سوزان أفي أن فوك. دي جيراف. كيس كيل أفي أونكوغ؟ إلا في دي جيراف. إي أن إليفون. إذن في حديقة الحيوان سوزان أفي أن فوك. إذن في حديقة الحيوان سوزان أن رأت أن فوك. دي جيراف. دي جيراف. إلا في أوسي دي جيراف. إذن هي رأت أيضا زرافات. إي كوا أونكوغ؟ إي أن إليفون. ثم رأت فيلا. أوزو سوزان أفي أن فوك. Des girafes et un éléphant. Papa, le maçon, a téléphoné. Abi, al-bennaï ou al-bennaï, a téléphoné. قبل قليل رأينا le téléphone, الهاتف. هنا عندنا le verbe téléphoné. وبالضبط عندنا le participe passé الخاص بفعل téléphoné. مسبوق بماذا؟ مسبوق بالأوكسيليير avoir في البريزون. وهذا مهم في البريزون ماشي في زمن اخر، والا غيولي عندنا ككل غيولي عندنا زمن اخر مركب. اذا عندنا هاد افواغ في البريزون، اذا طبعا زائد لو بارتيسيباسي دو فيرب تيليفوني اللي هو تيليفوني بهذا الشكل هذا. اذا حصلنا في المجمل على لو باسي كومبوزي دو فيرب تيليفوني. لو ماسون ا تيليفوني. البناء هاتف هو المقصود انه اتصل بالهاتف. لو ماسون ا تيليفوني. البناء او البناء اتصل بالهاتف انه هاتف. اذا ماذا قال عندما اتصل بالهاتف؟ ماذا قال؟ il viendra demain matin. il viendra demain matin. هو سياتي. عندنا لو فيرب venir au futur simple. عندنا لو فيرب venir مصرف في لو فيتيغ سامبل. إل فياندغا دوما هو سيأتي غدا متى صباحا. إل فياندغا دوما متى. إذن هو سيأتي غدا صباحا. لاحظوا معي كلمة دوما أنها تنتهي بأ إي أن. أعطتنا الصوت أ الذي رأينا فيما سبق. أ إي أن. دوما. دوما. دوما تكتب أن. إذن دوما. ثم لاحظوا كلمة متى. متى أنها انتهت بإي أن وليس بأي أن. إذن طبعا نطقنا نفس الصوت أ. متى. إذن هناك كلمات تعطي الصوت أ في آخرها بإي أن، وهناك كلمات أخرى طبعا تعطي نفس هذا الصوت ولكن بأي أن أو بأي أن كما رأينا. إذن il viendra demain matin. il viendra demain matin.
إذا هو سيأتي غدا صباحا. إذا نعيد لو تليفون ان إليفون اون بيل فوتوغرافي ان غارسون ان ماسون لا لوسون لي فار ان روسي اوزو سوزان افي ان فوك دي جيراف اي ان إليفون. بابا لو ماسون ان تليفوني il viendra demain matin. Il viendra demain matin. Il viendra demain matin. ثم عندنا هاد الاصوات في فار فار في تتنطق بحال بحال في في. ثم عندنا فار بو اكسون ايغي تعطي الصوت اي. ثم عندنا او ار ثم عندنا او ار في اغلب الكلمات طبعا في اخرها تعطي الصوت اي بنفس الشكل كما عندنا هنا في في ثم فار. غرانبير ا تيليغرافي غرانبير ا تيليغرافي جدي ا تيليغرافي انه ارسل رساله عن طريق تيليغراف. طبعا هذه التقنيه كانت تستعمل قديما. غرانبير ا تيليغرافي غرانبير ارسل رساله عن طريق التليغراف. grand-mère est très malade. grand-mère est très malade. جدتي هي جد مريضة. هي مريضة جدا. grand-mère est très malade. grand-mère est très malade. grand-père a télégraphié. grand-père a télégraphié. grand-mère est très malade. ميشيل إيطالي à la pharmacie. ميشيل هو ذهب. ذهب عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل الي هو الي بهذا الشكل تصرف مع اتر لان ميشيل هو اللي غيمشي. ميشيل إيطالي à la pharmacie. اذا ميشيل ذهب à la pharmacie. ذهب الى الصيدليه. il a acheté du coton. il a acheté du coton. هو اشترى قطنا من القطن. اشترى قطنا. il a acheté. طبعا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل acheté مسبوق بavoir وليس être لانه هو غيشري شي حاجه اخرى. لان ميشيل غيشري شي حاجه. il a acheté du coton. René a reçu une lettre de son cousin le pharmacien. René a reçu une lettre de son cousin le pharmacien. René توصل. René a reçu. René a reçu. إذن René أنه توصل. كما نقول هنا توصل رسالة. المقصود أنه توصل برسالة. A reçu. طبعا عندنا لو فيرب recevoir. On a le verbe recevoir. طبعا كما تلاحظوا بان عندنا هنا روسي وعندنا هنا روسي. شنو الفرق بيناتهم؟ هذا اسم ان روسي يعني توصيل. هو في الحقيقه راه تيجي من نفس الفعل او من نفس الكلمه يعني عندهم علاقه. روسي توصيل هنا توصل. كما نقول هنا بان عندنا فعل توصل. هنا عندنا توصيل. هنا اسم هذا تكتب بنفس الطريقة تتضمن هاد السي اللي عندها هاد الجزئية اللي بدون هاد الجزئية. طبعا سننطق هنا غوكي. سننطق هنا غوكي. إذا حتى لا يكون هذا النطق نضيف هاد الجزئية اللي قلنا عليها بأنها تتسمى سي ديل حتى تنطق السي كاس. روني أ روسي أون لاتر دو سون كوزان لو فارماسيان. إذا روني توصل برسالة دو سون كوزان من ابن عمه او ابن خاله لو فارماسيان. ابن عمه يعمل كصيدلاني. جاك فياندغا بيانتو. جاك فياندغا بيانتو. جاك سياتي قريبا. جاك فياندغا عندنا فيرفونيغ او فيتور سامبل. اذا كما راينا قبل قليل بابا لو ماسون ا تيليفوني il viendra demain matin. إذن أبي البناء اتصل بالهاتف.
il viendra demain matin ou سيأتي غدا صباحا. إذن عندنا هنا لو فيرب فينيغ أو فيتور سامبل. لو فيرب فينيغ فعل جاء في المستقبل البسيط. في المستقبل البسيط علاش سميناه بسيط؟ لأن تيتصرف غير الفعل بوحدو. تيتصرف الفعل بوحدو ما معاهش لوكسيليير، ما هوش مركب. هاد الزمان ما مركبش، ماشي مركب من جوج كلمات. إذن هاد الزمان تكتفي فقط بالفعل نضيف له لا تيرمينيزون. إذن نسميه زمان بسيط. جاك فياندرا بيانتو، إذن جاك سيأتي قريبا. إل دوا نو تيليغرافي، يتوجب أن يتصل بنا عن طريق التليغراف. إذا كان سيأتي ضروري أنه سيتصل بنا عن طريق هاد الوسيلة التي كانت موجودة قبل وجود الهاتف. إل دوا نو تيليغرافي، إل دوا نو تيليغرافي، إل دوا. طبعا عندنا هنا لو فيرب دوفوار فعل توجب. إل دوا نو تيليغرافي، يجب أن يتصل بنا عن طريق التليغراف. إذا كما قلنا grand-père a télégraphié grand-mère est très malade, Michel est allé à la pharmacie, elle a acheté du coton, René a reçu une lettre de son cousin, le pharmacien, Jacques viendra bientôt, il doit nous télégraphier, il est midi mon garçon, il est midi mon garçon, innahu muntasaf an-nahar mon garçon, mon garçon comme on a dit tifli. La pharmacie est fermée. La pharmacie est fermée. Est fermée. As-saydaliya est fermée. Anna mughlaqa. Mughlaqa. La pharmacie est fermée. As-saydaliya mughlaqa. Il est midi, mon garçon. Inna muntasaf nahar, mon garçon. Kamal naqul tifli, ibni. La pharmacie est fermée. As-saydaliya mughlaqa. إذا نستأنف في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.